أما بعد، فإن علم النحو علم شريف، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فرغم ما نشتكي منه من ارتفاع أثمان الكتب، إلا أننا والحمد لله قد حصلنا على بعض الكتب يعني أسعارها معقولة وهي نافعة مفيدة، وأغلب هذه الكتب يعني في اللغة والأدب. أول شيء كان من دار الكتب والوثائق القومية المصرية، دار الكتب المصرية. الكتاب الأول هو كتاب أيام العرب في الجاهلية، تأليف محمد أحمد جاد المولى بك. هذا الكتاب هنا في يعني موضوعاته عندنا مثلا أيام العرب طبعا في الجاهلية، هناك أيام العرب في الإسلام، عندنا يوم الصفقة، يوم ذي قار، وطبعا من أيام حرب الأوس والخزرج، كذلك مثلا يوم بعاث، هذا تسمعه أو تجده في السيرة كثيرا. عندك أيضا أيام القحطانيين والعدنانيين، أيام ربيعة فيما بينها، أيام ربيعة وتميم، أيام قيس، طبعا من أيام ربيعة أيام حرب البسوس. عندك أيضا مثلا من أيام العرب حروب الفجار. عندك أيضا من أيام العرب المشهورة يوم ذي قار وغيره من الأيام. حقيقة هذا الكتاب كتاب جيد نافع، نسأل الله أن ينفعنا به. الكتاب الثاني هو كتاب الوافي بحل الكافي في علمي العروض والقوافي، لمفتي الحرم المكي وإمام المسجد الحرام عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد المعمري أو المعمري، لا أدري ضبطه بالضبط. يعني كتاب نافع وطبعته جيدة في علم العروض لطلاب العلم المهتمين بعلم العروض. في موضوعاته هنا يعني ذكر التعريف بالأول شيء التحقيق، ثم بعد ذلك المؤلف تحدث عن المؤلف وكتابه، وتحدث عن دراسة كتاب الوافي، تحدث بعد ذلك عن البحور، بحور الشعر، البحور بحر الطويل والمديد، ويعني هو الآن هنا جمع بين البحور المفردة والمركبة، وبعد ذلك دخل على القاب الأجزاء. نعم، فتناول هنا يعني علم العروض بداية، ثم تناول بعد ذلك علم القافية كما ترى. فهذا الكتاب يجمع الحديث عن علم العروض ويجمع الحديث عن علم القافية، كتاب إن شاء الله نافع ومفيد. أيضا من الأشياء الجميلة، طبعا أهم شيء هو في الآخر، هذا الكتاب الجميل وأراه من الكتب التي تناسب المبتدئة في علم اللغة العربية. كتاب عنوانه مبادئ دروس العربية، يشتمل على ما يلزم المبتدئين معرفته من أصول النحو والصرف مع مزيد العناية بالأسئلة والتمرينات، تأليف محمد وحي الدين عبد الحميد، ولا يخفى عليكم صاحب الكتاب. في الحقيقة يعني الطبعة جيدة وسعرها ليس غاليا كما ترى، يعني يأتي بالدرس وبأمثلته، وكما ترى أن الكتاب الضبط مضبوط هنا بالحركات، وهذا طبعا شيء مهم، وكذلك أيضا يعني الأمثلة يشرحها، بعد ذلك يأتي بتمرينات فهي مفيدة، وتدريبات على إعراب الفعل المضارع الماضي عفوا وأسئلة. فهذا الكتاب نافع ومفيد، سبحان الله، كان
كثير من الإخوة طلب مني أن أشرح هذا الكتاب، وأرجو أن يتيسر لي ذلك إن شاء الله تعالى قريبا، نسأل الله التيسير. الله أكبر. الكتاب طبعا هذا من دار الشاهد، وسعره الحمد لله ليس غاليا. الكتاب الثاني هنا من دار الشاهد، هذه كتاب الفروق اللغوية، تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، المتوفى نحو سنة 400 للهجرة. كتاب جميل حقيقة، وحتى الطبعة يعني مناسبة، يعني مثلا هنا الفرق بين العلم والاعتقاد، الفرق بين العلم والحفظ، الفرق بين العلم والذكر، الفرق بين الذكر والخاطر. طيب، ولو نظرت مثلا هنا في موضوعات الكتاب لوجدت يعني فوائد جمة، مثلا الفرق مثلا بين المثل والشبه والعديل والنظير. طبعا هذه كلمات مترادفة، لكن كما يقال أن الترادف لا يكون ترادفا 100%. مثلا هنا مثلا ما الفرق بين الإظهار والإفشاء والجهر، ما الفرق بين الطلب والسؤال والروم والاقتضاء وما يجري مع ذلك. طبعا كل ذلك يبينه ويشرحه شرحا وافيا جميلا في هذا الكتاب الفروق اللغوية للعسكري. من الكتب النافعة أيضا كتاب لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم للأمير شكيب أرسلان، هو أمير البيان. هذا الكتاب في مقدمته تعريف بصاحبه شكيب أرسلان، وبعد ذلك بعض المقدمات هنا، ثم جواب الأمير شكيب أرسلان عن هذا السؤال، السؤال لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم. فذكر أسباب ارتقاء المسلمين الماضي، ذكر فقد المسلمين السبب الذي ساد به سلفهم، يعني ذكر أيضا من الأسباب مثلا من أسباب تأخر المسلمين الجهل، العلم الناقص، فساد الأخلاق، ولا سيما أخلاق الأمراء والعملاء والعلماء، الجبن والهلع، اليأس والقنوط، نسيان ماضيهم المجيد، إلى آخر ذلك من الكتاب. الكتاب مهم جدا، وهذه الطبعة يعني طبعة يعني كانت طبعة جيدة ولا بأس بها، وسعرها أيضا جيد. أيضا كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز، كتاب نافع في بابه، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، يتكلم عن مثلا هنا البحث الأول في تحديد معنى القرآن والفرق بينه وبين الحديث القدسي والنبوي. يعني أكثر الموضوعات هنا، وهو طبعا الكتاب موضوعه عن القرآن وعن بعض الشبه التي تثار حول القرآن، ففيه فوائد جمة لمن أراد الاستفادة. طبعا أترك الكتب أفضل الكتب إلى النهاية إن شاء الله. عندنا الكتاب هنا من دار غريب، كتاب الدكتور صلاح رواي، ما أدري لماذا كتبه راوي هكذا، هو اسمه صلاح رواي، وكان قد درس أو درست على يديه تحقيق التراث أو مادة مناهج البحث أو التحقيق في السنة التمهيدية لمرحلة الماجستير. الكتاب عنوانه أوضح الوسائل في إعداد البحوث والرسائل. طبعا تكلم في البداية عن مناهج البحث العلمي، المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي والمنهج التاريخي والمنهج المقارن أو المقارن. تكلم عن دعم البحث العلمي، البحث، شروط قبول الموضوع، الباحث، شخصية الباحث والمشرف على البحث. طبعا هذا تكلم عن من يعد الرسائل العلمية الجامعية للحصول على درجة الماجستير التي هي التخصص، أو درجة الدكتوراه التي هي العالمية. بعد ذلك إعداد خطة البحث، بعد ذلك تكلم مثلا عن تحقيق التراث، وهذا وصف المخطوط، منهج التحقيق والمقابلة بين النسخ. بعد ذلك مثلا تكلم عن ما يجوز للمحقق وما لا يجوز. وطبعا الكتاب غالبا كما قال صاحبه في المقدمة أنه يعني خلاصة التجارب والخبرة التدريسية. بعد ذلك
عندنا كتاب شرح منظومة أبي إسحاق الإلبيري. الكتاب منظومة أبي إسحاق الإلبيري حقيقة هي طبعا شرح هنا أستاذ الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، يقول عن هذه المنظومة: فهذه أبيات عظيمة النفع حوت خيرا كثيرا من الحكم والمواعظ والأخلاق الرفيعة التي لا غنى لطالب علم عنها. طبعا مثلا فيها أبا بكر نصحتك لو أجبت، مثلا هنا مثلا فيها يقول: ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت، ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت، وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت. بعد ذلك يعني يذكر تفر مثلا من الهجير وتتقيه، فهل من جهنم قد فررت. أبيات جميلة مع شرحها. أيضا من الكتب التي اقتنيتها كتاب ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، وللهاشمي، للعلامة السيد أحمد الهاشمي. طبعا هذا في علمي العروض والقافية، وطبعا هذا الكتاب من الكتب المعروفة المشهورة في هذا العلم. طبعا في البداية تكلم عن علم العروض وأسباب ونتائج وضع العروض، وبعد ذلك تكلم عن التفاعيل العشرة، أركان علم العروض والتفاعيل العشرة، الزحافات والعلل، تكلم عن علل الزيادة وعلل النقص، تكلم بعد ذلك عن البحور كلها، ثم بعد ذلك ختم بالحديث عن علم القافية. هذا كله عن علم القافية، والكتاب طبعا لا تخفى شهرته. بعد ذلك كتاب تصريف الأسماء للأستاذ الدكتور علي أبو المكارم رحمه الله وتجاوز عنه، وكان قد درس لنا أيضا في السنة التمهيدية للماجستير في النحو والصرف. اشتريته يعني لأنني أعرف أن هذا الرجل أسلوبه أسلوب رصين. تكلم مثلا في البداية عن دور علم الصرف في دراسة اللغة، ثم بعد ذلك بدأ بالميزان الصرفي، ثم المجرد والمزيد، الجامد المشتق، إلى آخر هذا الكلام هنا خصوصا عن تصريف الأسماء. بعد ذلك من الكتب كتاب معجم التعابير الاصطلاحية الشائعة، فهمها واستعمالها طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية، وطبعا هو يصلح كذلك لطلاب اللغة العربية الناطقين بغير العربية، كما قال ذلك هنا على الغلاف، قال: هذا المعجم يمد الدارسين العرب والناطقين وغير الناطقين بالعربية بذخيرة قيمة من التعابير الاصطلاحية الشائعة في اللغة العربية، 1346 تعبيرا اصطلاحيا. مثلا يأتي مثلا هنا يقول مثلا: فوق النقد، يعني لا يمكن نقده وإظهار عيبه، ثم يأتي بجملة يظهر فيها هذا. مثلا هنا جملة: كالنقش على الحجر، يعني يأخذ صفة الثبات والبقاء وهو عكس النقش على البحر أو على الماء. فيقال مثلا: العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالرقم على الماء، يعني كالكتابة على الماء، يعني لا يثبت، وغير ذلك من التعابير، وهو من طبعة دار الشروق. الآن نأتي إلى يعني الغنيمة الكبرى من المعرض، كتاب الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس لمحمد بن يزيد المبرد، تحقيق الدكتور محمد أو تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار الفكر العربي. الحقيقة يعني سعره يعني مقارنة بما سمعنا من أسعار الأسعار هذه السنة سعره يعتبر رخيص، يعتبر رخيصا جدا. ذكر هنا في هذه يعني أن هذا الكامل هنا ب260 جنيها، هذه غنيمة. الطبعة هنا هي الطبعة الثالثة سنة 1417 للهجرة، 1997.
الطبعة جيدة جيدة ويعني مضبوطة ومشكولة. وطبعا لا يخفى كتاب الكامل في اللغة للمبرد، ومن أصول الكتب الأدبية. تكلم مثلا في الفهرس في الجزء الأول مثلا عن وصف الرسول للأنصار، تكلم مثلا أول خطبة خطبها عمر بن الخطاب حين ولي الخلافة مثلا من ألفاظ العرب، البيئة القريبة المفهمة. طبعا موضوعاته متنوعة في اللغة والأدب. مثلا هنا المختار من أشعار المولدين، مثلا نبذ من أقوال الحكماء. طيب هذا في الجزء الأول. والجزء الثاني مثلا نبذ من الأقوال الحكيمة في وصف الإبل، في ضروب الكلام، إلى آخر ذلك من القصص ومن الشعر ومن الأدب. وكتاب لا غنى عنه لطالب اللغة العربية، هو كتاب جيد وطبعته ممتازة ومحققة نافعة إن شاء الله تعالى. من الكتب أيضا كتاب مختارات في فنون الأدب والمراسلات للدكتور محمود عباس عبد الواحد، فيه موضوعات نافعة. مثلا هنا يقول مثلا في المحتويات هنا فنون أدبية حديثة، فن كتابة المقالة، المقالة غير الصحفية أو الصحفية، المقالة الصحفية، القيمة الحضارية لفن المقالة، فن كتابة الخاطرة، فن كتابة السيرة. ثم بعد ذلك يأتي بصور من التراث في مناسبات عامة، بطاقات التهاني، بطاقات التعازي، في بكاء الزوجات، يقصد هنا يعني رثاء الزوجات. وذكر يعني حقيقة أبيات جميلة في ذلك. ذكر مثلا هنا البارودي بكى زوجته بقصيدة ما زال إيقاعها حزين يتسلل إلى النفس كلما رددها قارئ أو أنصت إليها سامع، وفيها يقول: لا لوعتي تدع الفؤاد ولا يدي، ولا يدي تقوى على رد الحبيب الغادي، يا دهر فيما فجعتني بحليلة كانت خلاصة عدتي وعتادي، إلى آخر ما قال. فكتاب نافع. كذلك أيضا له كتاب مهارات في فن التعبير والإنشاء للدكتور محمود عباس عبد الواحد. هنا تكلم عن مهارات الترتيب، بعد ذلك تكلم عن بناء العبارة. طبعا يختار هنا بعض النصوص ويطبق عليها مهارات التعبير الوصفي. بعد ذلك عيد الطفولة، الرسائل والبرقيات. فكتاب نافع كما ترى في يعني في محتوى البرقية، شكل البرقية. طبعا انتهى زمان البرقية هذه الأمور، لكن كتاب نافع إن شاء الله تعالى. الكتاب الذي كنت أبحث عنه كثيرا كتاب درة الغواص في أوهام الخواص للحريري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. درة الغواص في أوهام الخواص حقيقة هو يتكلم هنا عن الأخطاء اللغوية التي تشتهر أو تنتشر بين الخواص من طلاب العلم أو بين العلماء. مثلا يذكر مثلا يعني من أوهامهم قولهم مثلا: لا أكلمه قط. مثلا هنا لا أكلمه قط، يقول هنا مثلا. ومن أوهامهم أيضا في هذا الفن قولهم: لا أكلمه قط، وهو من أفحش الخطأ لتعارض معانيه وتناقض الكلام فيه، وذلك أن العرب تستعمل لفظة قط فيما مضى من الزمان كما تستعمل لفظة أبدا فيما يستقبل منه، فيقولون: ما كلمته قط، ولا أكلمه أبدا، إلى آخر ذلك. إيه نعم. وغير ذلك طبعا مما ذكره هنا من أوهام الخواص. طيب، فهذا الكتاب طبعا لا يخفى مكانة الحريري. يعني هذا الكتاب كنت قرأت فيه المثل السائر قولهم: أساء سمعا فأساء جابة. يعني ذكر أن رجلا رأى ابنا لصاحبه ابنا مضعوفا، فسأله: أين أمك؟ يقصد أين أمك؟ فقال: ذهبت تطحن. فقال: أساء سمعا فأساء جابة. يعني هو يقصد أين أمك، يعني أين قصدك، ليس أين أمك. نعم.
بعد ذلك من الكتب كتاب مراتب النحويين لتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. كتاب مراتب النحويين كتاب نافع في الحقيقة، يتكلم عن تراجم للنحاة والتفريق بين مثلا الأخفش الصغير والأخفش الكبير، ومن عيسى بن عمر وغيره مما يشتبه، كما ذكر ذلك في مقدمته هنا. يعني قال يقول: من أهل دهننا لا يفرقون بين أبي عبيدة وأبي عبيد، بين الشيء المنسوب إلى أبي سعيد الأصمعي وأبي سعيد السكري أو أبي سعيد الضرير، ويحكون المسألة عن الأحمر فلا يدرون أهو الأحمر البصري أو الأحمر الكوفي إلى غير ذلك. وفي الحقيقة هذا الكتاب في تراجم وذكر سير النحاة. كذلك من الكتب كتاب أبيات المعاني في الشعر المتنبي، دراسة عن شعر المتنبي للدكتور عبد العزيز قليقلة. نعم. بعد ذلك من الكتب كتاب علوم البلاغة، البيان والمعاني والبديع، للدكتور أحمد مصطفى المراغي، أو الأحمد مصطفى المراغي، متوفى سنة 1371 للهجرة، 1952 ميلادية. كتاب يعني سعره جيد، يعني بثمانين جنيه هنا. تكلم طبعا عن علوم البلاغة، تكلم في المقدمة عن حقيقة الفصاحة والبلاغة، بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. تكلم عن الباب الأول الخبر، الإنشاء، الذكر، الحذف، التقديم، التأخير، التعريف والتنكير، التقييد إلى آخر ذلك. تكلم عن علم البيان وعلم البديع، طيب، وعن العلوم الثلاثة من علوم البلاغة: البيان والمعاني والبديع. كذلك من الكتب وختامه مسك كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ومن الكتب المعروفة. وطبعا هو في الحقيقة يعني يتكلم عن البلاغة وتطبيقاتها. يعني مثلا هنا يتكلم عن فضل علم البلاغة، تكلم الإبان عن موضوع البلاغة، تكلم عن البلاغة والفصاحة والفرق بين الفصاحة والبلاغة. بعد ذلك مثلا هنا يتكلم عن الإبان عن حد البلاغة، يتكلم تمييز الكلام جيده من رديئه. طبعا هذه مشكلة هذه الطبعة، أنها يعني لأنها قديمة جدا، يعني هذه الطبعة طبعت طبعا دون تاريخ، تقريبا هذه الطبعة كما يقال يعني تقريبا من 1989 تقريبا، قديمة جدا، ما أدري أين وجدت تاريخها، لكن هي بدون تاريخ كما ترى. نعم، بدون تاريخ. أي نعم. الكتاب لا يخفى كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، وفيه يعني أمثلة جيدة وشرح واف لطلاب العلم وطلاب اللغة العربية. وطبعا على كل حال نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بهذه الكتب وبغيرها مما اشتريناه واقتنيناه. والله تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.